بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ معاكم ان شاء الله الجزء الثاني من محاضرة المايكرو اللي هي بتاعة الميديكال مايكولوجي، وهو الانتي فانجل دراجز. الانتي فانجل دراجز هو موضوع مهم جدا، وفي ادوية كتير احنا كنا بنستخدمها ومش عارفين دي تبع ايه اصلا، وهتطلع انتي فانجل دراجز. تمام، نبدأ بإذن الله. اول حاجة احنا عشان نعرف ازاي نكسر او نموت الفنجاي لازم نعرف ايه تركيب الفنجاي اصلا، فعشان كده هنبدأ بالفنجس ستراكشر. ده السيل ممبرين، ده السيل ممبرين، وده السيل وول بتاع الفنجاي. انا اللي يهمني واللي عليا في المنهج، يعني في ادوية هنا بتكسر الجلوكاجون، دي مش عليا. خلينا في الادوية اللي هي بتشتغل على فوسفوليبيد باي لير. بتعمل ايه الادوية اللي بتشتغل على فوسفوليبيد باي لير؟ ادوية بتبايند الارجوستيرول اسمها بولين كومباوندز، وفي بتشمل دوائين امفوتيريسين ونستاتين. في ادويه يعني بتنهبت الارجوستيرول سينثيسيس باث واي قبل اصلا ما يوصل الممبرين، عن طريق انهبيشن للانزيمز اللي بتصنع الارجوستيرول. دي اتنين ازولز، ودي مجموعه كبيره من الادويه، و تيربينافين. تمام، في بقى دواء اسمه فلوسايتوزين. ده بيعمل بينهبت الدين اي ريبليكيشن، ويقدر يدسربت البروتين سينثيسيس، وهنشرح ازاي. في برضو دواء اسمه جريزيو فالفين، ده بيمنع بولمرايزيشن اوف مايكرو تيبولز عشان تعمل المايتوتيك سبندل. او المايتوتيك سبندل ده زي ما كنا فاكرين، كان في مايتوتيك سبندل في بول من السيل، ومايتوتيك سبندل في بول من السيل، يعني جهه من السيل وجهه من السيل، كل واحد بياخد نص عدد الكروموزومز تو ايتش سايد عشان يعمل يبدا السيتوكاينيز. الجليزي فالفيمي بقى بينهبت الموضوع ده، وبالتالي بينهبت السيل ديفيجن. تمام، طيب نيجي للميكانيزم في انتي فانجل. ده الملخص بتاع اللي احنا قلناه دلوقتي، اللي بيبايند الارجوستيرول البولين كومباوندز تشمل امفوترسين ونستاتين، واللي بينهبت الارجوستيرول سينثيسيس اتنين ازولز وتربينافين، اللي بيدسربت البروتين سينثيسيس الفلوسايتوزين، ولا انهبت المايكرو تيبول بروميزيشن جليزيفالفين. تمام، لحظة واحدة. نيجي بقى للتايبس اوف باثوجينيك فانجاي. يعني احنا خدنا في المحاضرة اللي فاتت انواع الفنجاي، مقسمينها فلامنتس، ييست، ييست لايك فنجاي، ودايمورف فنجاي. فهنا انا حاولت اقسم الباثوجينيك فنجاي على حسب تقسيمة الفنجاي. هنلاقي ان الاسبرجيلاس فليفاس وموست اوف درماتوفايس عبارة عن فلامنتس فنجاي. انما الاسبرجيلاس ده لو كنتوا فاكرين يعني بيطلع الافلاتوكسين، انما الدرماتوفايتس دي بتعمل فانجل انفكشن اوف سكين والهير والنيلز. تمام، طيب في هنلاقي كريبتوكوكس نيوفورمانز. كريبتوكوكس نيوفورمانز دي بتعمل مننجايتس وبتعمل نيومونيا، ودي ييست اصلا، ده النوع الوحيد من اليست اللي هو باثوجينيك لو انتوا فاكرين. كانديدا دي عبارة عن ييست لايك فانجاي، بتعمل فانجل ارثرايتس، بتعمل حاجات كتيرة برضه انا مجمعها لكم الحاجات دي. هيستوبلازما والبلاستومايسيس دي عبارة عن دايمورف فانجاي، بتعمل سيمتومز كتيرة بس مينلي افكت ذا لانج. ملحوظتين مهمين، درماتوفايتس وكانديدا الاتنين بيعملوا ميوكوكوتينيوس انفكشنز. اللي يعني ايه درماتوفايتس؟ فيدهم كيراتين، عشان كده هلاقيهم فين؟ نير ذا سكين. الدرماتوفايتس نير ذا سكين اند ذي كوز تينيا. تمام، they cause tenia، يعني التانية ده disease، ده غير تانية دي كانت اسمه parasite. تانية ده تانية هنا ده اسم disease caused by dermatophytes. انما candida cause thrush. thrush بقع بيضة، ممكن تكون في كذا حتة، يا اما في الماوث يا اما في الفاجينا يا اما في السينال تريكت. نجمع برضو تاني في fungal diseases، ال disease caused by fungi. dermatophytes بتعمل fungal skin infection، بتعمل hair infection، بتعمل nail infection، والnail infection اسمه onychomycosis. طب ما فيش صور يا عم الحاج ولا ايه؟ طب ما نجيب شوية صور. طيب لحظة واحدة،
ده يا سيدي جيب لك الاونيكومايكوزيس دلوقتي اهو. ده الاونيكومايكوزيس ادي فانجل انفكشن اوف ذا نيل. وايه تاني؟ ده تبع ايه؟ ده تبع الدرماتوفايتس، فانجل سكين انفكشن، قصدي فانجل نيل انفكشن. وفي فانجل سكين انفكشن عبارة عن احمرار في الجلد كده، يعني ايه بيبقى شكله معروف قوي يعني سكين ليشن، يعني زي ايه بص. ده نوع من التانية اسمه تانية كوربريز، بتبقى في الارمز والليجز، هنشرحها ان شاء الله. ده يعتبر التانية دي ايه كوزد، ده ديسيز كوزد باي ايه درماتوفايتس. تمام طيب هنلاقي برضو الكريبتوكوكس بتعمل مننجايتس وبتعمل نيومونيا. الكانديدا بتعمل ثراش، اوريكو شكل الثراش. بص يا سيدي ده الاورال ثراش، يعني ايه ثراش؟ يعني بقع بيضة كده كوزد باي كانديدا. كانديدا دي اللي هي ييست لايك فانجاي بتعمل ثراش. هي مش شرط في الماوس، هي عموما في ال ممكن تبقى في الماوث، ممكن في الفاجينا، ممكن في الانساينال تراكت، ممكن في الاسوفاجس. وبتعمل كمان لو وصلت لو وصلت مثلا للاي بتعمل كورنيال ألسر، ممكن تعمل كيراتايتس، بتعمل فانجل ارثرايتس، وبتعمل كانديديوريا. لو عمل كانديديوريا ده يعني نزول الكانديدا دي في اليورين، دي غالبا نتيجة يوريناري تراكت انفكشن. طيب في ملحوظة مهمة، ايه الفرق بين الكورنيال ألسرز والكيراتايتس؟ الاتنين عبارة عن inflammation of the cornea، انما الألسر زي ما خدنا في الباثولوجي عبارة عن discontinuity of the epithelium، فعشان كده هتبقى more invasive و more serious. ده شكل الكورنيال ألسر more invasive، شايفين ازاي؟ وده شكل الكيراتايتس. الألسر اهم حاجة انها فيها discontinuity of epithelium، انما الكيراتايتس عبارة عن inflammation. الاتنين inflammation، انما الكيراتايتس inflammation بس. الانفلاميشن characteristics بتاعته redness, hotness, swelling, pain, loss of function. دي معلومة اضافية يعني، اذكر في ان ذكر ده ينفع المؤمنين. طيب الهيستوبلازما بتعمل هيستوبلازموزس، اللي هو مين اللي افكت ذا لانج. الدرماتوفايتس والكانديدا اللي هو اللي احنا قلناهم درماتوفايتس وكانديدا كوز ميوكو كوتينيوس انفكشنز. عشان كده لما اجي اعالجهم مش هعالجهم بالدراجز فور سيستميك انفكشنز، اعالجهم بالدراجز فور ميوكو كوتينيوس انفكشنز. التقسيمه دي تقسيمه الانتي فانجلز اجينست، هنرجع لها ان شاء الله اول ما نخلص الانتي فانجلز كلهم عشان اجمع لكم. تمام بص يا سيدي، الانتي فانجلز دراجز، دراجز فور سيستميك انفكشنز ودراجز فور ميوكو كوتينيوس انفكشنز. انا لما بقى عندي سيستميك انفكشنز يعني حاجه جنرال في الجسم، بدي تلات انواع بس من الادويه انتي فانجل، ازولز وانفوتيريسين وفلوسايتوزين. تمام تمام السيستميك انفكشنز طبيعي ان انا هديها ايه بسيستميك ادمنستريشن، والسيستميك ادمنستريشن يعني حاجه بتوصل للسيستميك سيركوليشن، واللي بيوصل للسيستميك سيركوليشن حاجتين اورال او بارنترال. تمام يبقى انا لو عندي سيستميك انفكشن هستخدم ايه؟ ازولز او انفوتيريسين او فلوسايتوزين. تمام طب لو عندي ميوكوكوتينيوس انفكشن ممكن استخدم اورال دراج بس او توبيكال دراج بس، والافضل استخدم اورال دراج ومعاه توبيكال دراج. طيب اورال دراج زي ايه؟ ازولز وجريزيو فالفين وتيربينافين. توبيكال دراج زي ازولز وانفوتيريسين وتيربينافين ونستاتين. تيربينافين ده اللي هو ايه؟ ليميزيل، كريم ليميزيل يعني معظمنا عارفه. تمام هنا هتلاحظوا ان في حاجات مشتركه، يعني ايه؟ في انواع من الازولز هتستخدم فور سيستميك انفكشنز، وانواع هتستخدم فور ميوكوكوتينيوس انفكشنز. الانفوتيريسين هتلاقيه ساعات بيستخدم هنا فور سيستميك انفكشنز وهنا فور ميوكوكوتينيوس انفكشنز، يعني نفس الدراج على حسب هنا انت بتستخدمه هنا بتديه كايه بارنترال او اورال، انما هنا انت بتستخدمه توبيكال موضعي. فيعني هتلاقي
الحاجات دي مهمة. انت لازم تعرف ايه اللي بيستخدم في الاتنين مع بعض وايه اللي ما ينفعش يستخدم. يعني ده الفلوسايدوزين هو بيستخدم for systemic infections بس، التربينافين ما ينفعش استخدمه for systemic infections. تمام، الحاجات دي مهمة تعرفها. الاورال ادمنستريشن بارت اوف systemic administration لانه بيوصل للسيستميك سيركوليشن. طيب oral drugs can be given in systemic or mucocutaneous infections. تمام، نبدأ بالجرعة الكبيرة بتاعت النهاردة، الأزولز. الأزولز دي فاميلي كبيرة من الأدوية، تنقسم نوعين، تراي أزولز وإيمي دازولز. تراي أزولز دي اللي هي فورسس، يعني mainly for systemic infections. الأزولز أصلا عبارة عن broad spectrum antifungals، يعني antifungals واسعة المدى، مش واسعة المدى يعني ملهاش علاقة بطول المفعول، واسعة المدى يعني بتشمل فنجاي كتيرة ممكن تدمرها. تمام، الترايازولز دي يعني ايه، غالبا بديها للأنفوتيرسين ريزيستنت أورجانيزمز، الأنفوتيرسين ريزيستنت فنجاي يعني. تمام، او ممكن اديها اصلا من غير أنفوتيرسين، الأنفوتيرسين ليه سايد افكت زي ما هشرح. المهم الترايازولز دي نوعين، اتراكونازول وفلوكونازول. والإيميدازول دي تلات أنواع، كيتوكونازول مايكوكونازول وكلوتريمازول. اللي يهمنا أعرفه إن الترايازول دي إيه، إتراكونازول وفلوكونازول. ترايازول mainly for systemic infections. الإيميدازول كيتوكونازول مايكوكونازول كلوتريمازول. إيميدازول mainly for mucocutaneous infections. الميكانيزم بتاعت الأزول prevent synthesis of fungal ergosterol. تمام، طيب الازولز used against amphotericin resistant organisms. طيب ناخد الترايزولز، ترايزولز اتراكونازول وفلوكونازول. ناخد الاتراكونازول، اتراكونازول في منه اورال وفي منه اي في. اتراكونازول اختاره امتى؟ against dermatophytes and can be used also in systemic infections especially aspergillus. ونركز في الحته دي، اتراكونازول especially for especially aspergillus but not used in meningitis لانه عنده poor CSF. يبقى نجمع تاني، اتراكونازول استخدمه drug of a choice ايه، in dermatophytes. ممكن استخدمه في systemic infection mainly aspergillus but not used in meningitis. ليه؟ لانه عنده poor CSF penetration، يعني ما بيقدرش يعدي المننجيز عشان يعالج الانفلاميشن. طيب بيختلف الاتراكونازول عن الكيتوكونازول ايه؟ الكيتوكونازول ده كان ايه؟ كان واحد من الاميدازول. تمام، الاتراكونازول بيختلف عن الكيتوكونازول ده ان هو الاتراكونازول most potent of azoles، يعني اقوى واحد فيهم. عنده يعني عنده اقل قدره على انه ينهبت البي 450 سيتوكروم بي 450 انزيمز يعني. وطب انا ايه لازمه انهبت بي 450 انزيمز دي؟ انا لو عملت انهبيشن للبي 450 انزيمز هعمل دي بتشمل انزيمز بتعمل ميتابوليزم اوف ستيرويدز، وانا لو ما عملتش الميتابوليزم اوف ستيرولز مش هعرف اعمل كتير قوي من الاندوكراينال هرمونز، وبالتالي هاثر سلبا على الاندوكراينز. فعشان كده احيانا لما يبقى بيشنت بيتعالج مثلا ب دواء مثلا زي كيتوكونازول كده ممكن يحصله جاينيكوماستيا، يعني تضخم الثدي في الرجال. لان ليه بقى؟ ليه ليه؟ التستوستيرون، التستوستيرون ده ستيرول، وانا عملت انهيبيشن للبي 450 انزيمز اللي بتؤدي لتصنيع الاستيرول ده، فانا مش هصنع تستوستيرون، هيحصل جينيكوماستيا، وممكن برضو مش هصنع الكورتيزون افيشنتلي، يعني مش هصنعه بكميه كافيه. ف هاثر يعني هاثر على السوبر رينال جلاند وهكذا. وكمان الاتراكونازول ليه ليس افكت اون ميتابوليزم اوف سيمولتينيسلي ادمنستريد دراجز، يعني ما بيأثرش على الدراجز اللي بديه معاه في نفس الوقت. هو طبعا بقى متصل قوي انه ما بيعملش انهيبيشن اصلا للبي 450 انزيمز. تمام، لان البي 450 انزيمز هي المسؤوله عن تكسير الدراج.
وطبعا زي ما قلنا ان الاتراكونازول ليه بون بريتريشنز انتو